في الصباح كنمشيو للمصلى كنصليو الصلاه ديال العيد. من بعد ملي كنجيو كنلقاو مالين الدار موجود ديال الفطور. شنو فهاد الفطور؟ فيه اولا هربر وفيه الرغايف وفيه البغرير وفيه الحاجه الحلوه ومثلا اتاي والقطو حلوات ديال العيد. من بعد ملي كنفطروا مزيان كنلبسوا الحويجات ديالنا وكنمشيو للاباء. الاب كيمشي لعند الام ديالو والاب ديالو بوليداتو باش يهنيهم باش يقضي صلاه الرحيم ويفرح الوليدات ويعيش واحد الجو بالله الجو ديال نهار ديال العيد. كذلك الام حتى هي كتمشي عند الام ديالها وعند الاب ديالها وكيمشيو مع وليداتها وكذا وكيفرحوا وكيحسوا بالله داك النهار الوليدات كيحسوا بالله فرحه ديال نهار ديال العيد. وقبل من العيد مده تقريبا شي اسبوع بحال هكا كيجيو الناس الامهات والاباء كيجيو باش يشريو الوليدات ديالهم الحويجات ديال العيد. مثلا جليلبات ديال الشعره، مثلا اللي جبادور بحال هكا جبادور والسريويل ديالو والبليغه مثلا والطريبيش وبليغه صفرين مثلا وجليلبات ديال الشعره باش كيفرحوا الوليدات. كاين اللي ياخذوا ليه غنيزيره، كاين اللي ياخذوا ليه جبادور، كاين اللي ياخذوا ليه جليلبه ديال السوزدي مثلا بجبادور ديالها ولا بالفرجيه وبليغه صفراء والطريبيش باش كيفرحوهم.